يتكلم إمام انتقض عليه الوضوء في الركوع وركع وركع ورفع رفع من الركوع, نعم. نعم إذا رفع إذا نوى قطع الصلاة عند انتقاض الوضوء والرفع هذا هو حركة خروج من الصلاة ويخبر المصلين يستخلفون فبهذه الصورة لا تبطل صلاة المأمومين, نعم. لكن إذا رفع بنية الرفع من الركوع كركن من أركان الصلاة فهذا يعتبر عامل عملا من أعمال الصلاة بعد انتقاض الوضوء فتبطل صلاة المأمومين كما بطلت صلاته, والله تعالى أعلم.